قال الله عز وجل في الآية التسعين من سورة النحل المباركة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون روى القرطبي في تفسيره إن أبا طالب لما قيل له ان ابن اخيك زعم ان الله انزل عليه ان الله يامر بالعدل والاحسان وايتاء ذو القربى الى اخر الايه الشريفه التي تلوتها على مسامعكم ان ابن اخيك زعم ان الله انزل عليه ان الله يامر بالعدل والاحسان قال يعني أبو طالب قال عم النبي قال اتبعوا ابن أخي فوالله إنه لا يأمر إلا بمحاسن الأخلاق وكأن هذه الآية الشريفة تقول للناس انظروا إلى المعتقدات الباطلة هل تجدونها تأمر بمثل هذه العناوين بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى هل تجدونها تنهى عن تلك العناوين الاخرى؟ عن المنكر، عن الفحشاء، عن البغي على الناس؟ حتى لو كانت تامر بالعدل او بعضها يامر بالعدل، هل تجدونها تامر بالاحسان ايضا؟ وحتى لو امرت بالعدل والاحسان، هل تجدونها تامر بايتاء ذي القربى؟ او هل تجدونها تنهى عن الفحشاء والمنكر والبغي؟ اذا اعرفوا قيمه هذه الرساله التي انزلت على محمد صلى الله عليه واله. الله ثانيا وكان الايه الشريفه تقول عندما تريدون تقييم الناس حول مدى التزامهم بهذه الرساله الالهيه لا تكونوا سطحيين لا تقراوا الناس من خلال ظاهرهم المساله ليست مساله لحيه ولا مساله جبهه سوداء بل حتى ما هي مساله ترتبط بكثره الصلاه والصيام وان كانت بعض هذه العناوين مهمه وعموم هذه العناوين جميله ولكنها غير كافيه في تقييم الناس في مدى التزامهم بهذه الرساله. التقييم الكامل، التقييم العميق، التقييم الدقيق يكون من خلال ان تكتشفوا ما وراء هذه المظاهر المرتبطه بالشكل الخارجي او بالخاتم والسبحه وغير ذلك او من خلال الممارسات العباديه، ماذا وراء ذلك؟ هل لها انعكاسات على مستوى السلوك الاجتماعي، على مستوى الاخلاق الاجتماعي، على مستوى العدل في التصرف، على مستوى الاحسان الى الناس، على مستوى ايتاء ذي القربى، على مستوى الانتهاء عن العناوين التي ذكرتها الايه الفحشاء والمنكر والبغي العدوان على الناس ظلم الناس ام ان هذه العناوين غائبه عن مثل هؤلاء الناس عندما تقيمونهم لان هذه العناوين في المنظور الاسلامي تمثل مجموعه من اهم العناوين والقيم الاخلاقيه التي يجب ان يلتزم بها الانسان المتدين الانسان المؤمن ولذا نجد عن نبينا الاكرم صلى الله عليه واله انه قال لا تنظروا الى كثره صلاتهم وصومهم وكثره الحج والمعروف وطنطنتهم بالليل ولكن انظروا الى صدق الحديث واداء الامانه يعني انظروا الى انعكاس تلك الامور على سلوكياتهم حين ذاك تعرفون هل ان صلاتهم كما يريدها الله هل حجهم اثر فيهم هل صيامهم صاغ فيهم التقوى حين ذاك تعرفون ان هذا الانسان فعلا هو انسان ملتزم بهذه الرساله هو انسان كما يريده الله عز وجل واما اذا وجدتم ان هذا الانسان انسان كاذب لا يتورع عن الكذب انسان لا يعرف قيمه للامانه حين ذاك تعرفون وان كان مظهره الخارجي مظهر المتدينين وان كان قيامه وجلوسه في بيوت الله وفي مجالس المؤمنين ولكن ان كان كاذبا ان كان غير ملتزم باداء الامانه ان كان انسانا لا يعرف للعدل حضورا في حياته فاعلموا ان هذا الانسان لم ياخذ من الدين الا قشوره ومما يبين ايضا اهميه هذه العناوين التي ذكرتها الايه الشريفه ما جاء في وسائل الشيعه عن الامام محمد الباقر عليه السلام حول كيفية خطبتي صلاة الجمعة وجاء في جملة كلامه عليه السلام ويكون آخر كلامه آخر كلام الخطيب في خطبتي الجمعة إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون وهذا ما نكرره في كل جمعه على مدى السنوات الماضيه لماذا لان هذه القضيه مهمه جدا ويجب ان يذكر بها المؤمنون على طول الخط كي تكون هي الركائز التي تمثل سلوكياتهم الاخلاقيه في هذه الحياه ان الايه الشريفه تؤكد ما للاخلاق الاجتماعيه من اهميه في بناء الشخصية المؤمنة لا على مستوى الشكليات والمظهر الخارجي بل انعكاس ذلك على سلوك الانسان المؤمن في بيته واسرته مع زوجته وابنائه واقربائه ومن يعملون في خدمته وفي محيط عمله ومصدر رزقه وفي عالم السياسة اذا خاضه وفي عالم الثقافة وفي عالم وفي عالم الثقافة والعلم إذا كان من أهله وفي كل مجال من مجالات هذه الحياة بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر